السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم. تحياتي لجميع موالاه، والله يسخر جميع موالاه الاخوان. المهم جيناكم فيديو جديد الاخوان، فيديو هذا ما فيه لولا على حتى شي حاجه الاخوان، هذا فيديو جاء ارجونس الاخوان على واحد القضيه مهمه بزاف الاخوان، وقعت اخريده الطنجاوي. اخريده الطنجاوي اللي غني عن التعريف، راه هو كيعمل فيديوهات وقديم في اليوتيوب حتى هو. دولو قناه الاخوان، سرقوا له قناه هذه شي يومين ولا ثلاث ايام. المهم انا البارحه قال لي، البارح دخلت شفت فيها واحد المسلسل مغربي. المهم انا صحابي شي دواز داك في ديك الليله هذيك البارح. المهم البارح شنو كان؟ البارح الاحد، اليوم ليله العيد، اليوم ليله العيد. والله ما ثابت الاخوان من ديك تماره وتجري الكعبه الله ما عارف. المهم اليوم هذا الفيديو هذا مسجل في الليله العيد الاخوان، وانا البارح رضا الطنجاوي دخل عليا قال لي راه سرقوا له قناه وبوري كاي مره مرون مخربق. المهم رضا الطنجاوي اللي بزاف الدراري كيعرفوه، بزاف الدراري مابونين معاه، وصراحة الله الفضل ديالو كبير عليا انا في القناة ديالي ديال يوتيوب في الاول، ولكن كيبارطاجيني بزاف. كنت كنزل فيديوز والله ما كنقولها له، كان كيبارطاجيني. صراحة الله تعامل معايا واحد الانسان الله عمره سمع اكثر من جهد، وانا كتابوني عندي الناس. المهم ان شاء الله بديت 1000 ابوني، كنت حرف علي معاه كيقول لي دابا توصل دابا توصل، ودائما كيبارطاجي لي فيديوز. رضا الطنجاوي صراحة الله عمره سمع، هو مرة كينفعل، هو اللي في ضخمه على لسانه، اللي في قلبه على لسانه، هادشي اللي كاين. سيد العمر صلاح واخا كيتعصب مرة كيطلع له الدم، المهم كيقعوا له شي مشاكل، كيتعصب كيترتق كلشي في وسط اليوتيوب وكذا، ولكن هو السيد العمر صلاح انا تعاملت معاه ماشي مرة ماشي جوج، صراحة الله العمر صلاح وكان كيبارطاجيني، وكان بزاف الحاجات كيتعامل معايا، وكيتعامل مع مدخن اللي جبروا راجل راه كيتعامل معاه، ولا حشرنا مع رجال هادشي اللي كاين. وبارح دخل عليا قال لي راه سرقوا لي قناة وجبرتو كاي واحد، صراحة الله. المهم ساخطنا الوضعية، وانا ويا دائما في الكونتاك، دائما كندعمو معنويا، هو هيداك عاوتاني كيدعمني معنويا، وفضل ديالو كبير بحال اللي قلت لكم الاخوان. دابا هاد الفيديو هذا ان شاء الله، المهم مور هاد الفيديو ديالي راه غنزل لكم فيديو، المهم فيديو غيكون مع بعضيتو غتسمعو تا هو شنو كيقولو، هذيك المشاكل اللي وقع له. المهم هاد الفيديو عملنا الاخوان من السيد اللي دالو قناة، اولا هاد الدري اللي دالو قناة الله يهديه، نتمناو له يرد له قناة ديالو. السيد ماشي شي واحد قبيباح ولا كذا باش عايز ديرلو قناة، ولا درك في شي حاجة، إلا وقع الغاء شي سوء تفاهم بينك وبينه، ولا حاقد عليها، ولا بيناتكم شي حاجة حلوها ولا شي حاجة، ما باش ديرلو قناة هذا ماشي حل، باش عاد تسخط واحد آخر اللي خدام على القناة ديالو واحد مدة، وخدام على القناة ديالو عاد جيتي ناس ديالو، ميمكنش. هذا ماشي رجولة صراحة الله يهدي. نتمنى وقت رد له القناة ديالو، إلا كنتي ديتيها له رد له القناة ديالو. هادشي اللي كاين، وكنطلبوا من الناس اللي في اليوتيوب كيفهموا شي حاجه، اللي كيعرفوا شي حاجه كيعرفوا كيفاش يحاولوا يردوا قناه السيد ولا شي حاجه، يردوها له، يتعاملوا معاه، يتعاونوا معاه، يدخل عليا بريفي نتيكم النمره ديالو، ساعه تدخلوا عليها ولا تدخلوا عليه في فيسبوك، تعاملوا معاه تعاونوا معاه باش يرد القناه ديالو. ولا حرفت القناه الاخوان ما رجعتش، عايم القناه ديالو جديده، وانا دائما كنتكال تيشاح تخدم وكذا وهذيك وغتوصل، وهيداك بيدنا هنا عاوتاني خدامين هنا تنوصلوا ان شاء الله، فهمتي. المهم اللي يقدر يعاونوا باي حاجه، عنده شي معلومه او شي تخربيق، المهم كيفاهم في هادشي التكنولوجيا يعاونوا، حيت هو بيدو هو. المهم شويه كاين دري كيعاونوه، ولكن باقي شويه هو ما كيفهمش حاليا. انا هادشي اللي كاين الاخوان، وكنتمنى من الدري ديال القنوات عاوتاني اللي كاين في الشمال، ولا اللي كيسمعونا من الداخل، ولا اي واحد قادر يعاون الدري هذا يعاونوا، يبارطاجي فيديو بارطاجيوه ماكسيمون الاخوان، باش يتعاون يجبر شكون اللي يعاونو يرد القناة ديالو، راه بوري كائن مرة حالة لا يرثى لها، ما نكذبش عليك. حنا كيعز علينا بنادم، وبنادم اللي كتعرفو راجل وكيوقع له مشاكل بحال هيدا كيبقى فيك، وأي حاجة راه ملحوقة، حتى إلا مشات هاد القناة هادي ملحوقة قناة أخرى عاد باق راك عاد القناة، الدراري تعاونو نعاونو مع بعضيتنا ونتعاونو مع بعضيتنا، عاد طلع القناة وغيكون فيها محتوى زايد على هاداك. وأي واحد كيوقع له هاد المشكلة هذا راه كيسخط مر. وفي هذا الوقت هذا دابا العواشر والعيد، بنادم فرحان كلشي فرحان، العيد وكذا وهذيك، هو القناة ما عندوش راه كائن مرة الإخوان. هادشي اللي كاين الإخوان ديالي، وتحياتي للجميع وتحياتي لكم، والله يسخر الجميع، وكنقولوا رضا الطنجاوي ما يكون غير خير إن شاء الله، صبار الخوار، القناة عاد ترجع لك إن شاء الله، عاد ترجع، والدراري غيتعاونوا معاك، كلشي بارطاجي، الدراري اللي عندهم فيديو قناة في اليوتيوب يبارطاجيوها الإخوان، نعاونوا رضا الطنجاوي باش يرد القناة ديالو إلا ما رجعتش عايم القناة جديدة إن شاء الله. وندري كاملين يبارطاجيو هاد الفيديو هذا، والله يسخر جميع. ما هادشي اللي غنقول لكم الاخوان، ما كاين شي حاجه اخرى اللي غتخال. المهم هاد الفيديو راه نزلو في النص ديال الليل، دابا راه واقيلا 12 ديال الليل وليله العيد، عاد كنسجل هاد الفيديو ونتمنى ينزل. المهم نعمر كونيكسيون وغنزلو، حيت ما كاينش انا في الدار، انا طايش دابا.
هادشي اللي كاين الاخوان ديالي وشكرا بزاف. المهم رضا الطنجاوي غيدخل دابا يوضح لكم يزيد يوضح لكم الامور هاد الفيديو ديالو على الساق هذا ان شاء الله. السلام عليكم الاخوان. السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد، نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير كما العاده. معكم رضا الطنجاوي. المهم الدراري كما كتشوفوا هذا الفيديو، هذا الفيديو هذا شادي نقول لكم الدراري، هذا الفيديو هذا سرقوا لي القناه لي 3 سنين وانا خدام عليها كما عملوا لي في القناه الاولى. القناه الاولى كنت خدام فيها وماشي ميسر الامور ديالي وكانت دالي واحد الفاسي. دابا الدراري كما كتشوفوا القناه الثانيه حتى هي داوها وهادشي اللي كاين الدراري، وجبرتوني غادي نحاول نرد هاد القناه ان شاء الله. المهم اذا ما كتبش غادي نعدل شي قناه ثانيه ان شاء الله. المهم هادشي اللي كاين الدراري، تحياتي لكم الدراري كاملين بكم واحد واحد. الدراري اللي عندها رضا الطنجاوي عزيز غادي نبدا في القناه اخرى ان شاء الله بيد ما نرد القناه ديالي. كما تشوفوا دخلوا كتبوا رضا الطنجاوي ما غاديش يتجبروا فيها في فيديوز، وبزاف د المرات كنتعرض لهاد المشاكل هادي. واللي عنده شي قناه انا بقيت كندخل بزاف يعني بروغراميز في بلاي ستور سناب شات، المهم ما عرفتش انا كيفاش هاد القناه هادي، ما عرفتش كيفاش وقع لها. كما المهم مشات لي دوغو بريموم، مشات لي رضا الطنجاوي، ما عرفتش الدراري كيفاش وتسرونت الحياه ديالي. كما كتشوفوا القناه شحال وانا خدام عليها، شحال وانا كنمشي نقهاوي كنجلس باش كنشارجي فيديو وباش كامله باش نبارطاجيه معكم نشوفوا الاصدقاء ديالنا. المهم كما كتشوفوا المغاربه ديالنا تابعيني الخاوي حساسيني على الحاجه خاويه، خصهم يما يسرقوا خصهم يما يديو. وانا والله العظيم بزاف د المرات كنت كنتعرض لهاد السرقه ديال القناه وما كنبغيش نقول لكم. كما قال لكم انوار باندا قال لكم بزاف د المرات كيتعرض حتى هو لسرقه ديال القناه وطلع له الدم حتى هو من هاد اليوتيوب وسلامنا. المهم هادشي اللي كاين الدراري، دابا هاد الفيديو هذا جيت نشكي عليكم ونحكي لكم شنو كيوقع لي وشنو كاين. وهاد الفيديو هذا ان شاء الله يا ربي كنهديه لخويا عبد الباري، كنهديه له في القناه ديالو باش لي فان اللي كانوا عندي الدراري اللي عزازين علينا كاملين يبارطاجيو معنا في فيديو يبارطاجيوه باش يوصل الدراري كاملين اللي كانوا معنا. وان شاء الله يا ربي غادي نبدا ان شاء الله كنقول في هذه القناه هذه لا ما رديت شي اخرى، غادي نبدا ان شاء الله في هذه القناه هذه غادي نبدا فيها يعني غادي نبدا فيها في شي محتوى مزيونه وما غاديش نبقى نعجز. غادي نبقى نمشي اسواق فيما كان شي سوق نصوركم الحمام، فيما كانت شي بلاصه فيها بيع وشراء الحمام غادي نبقى نمشي نصوركم فيها، وغادي نوعدكم الدراري وغادي نبقى نعطيكم ان شاء الله حتى انا المعلومات ديالي. وان شاء الله نتمناو غير الخير. وهادشي اللي كاين الدراري في فيديو تجبروه عند اخ ديالنا عبد الباري، وان شاء الله غادي ننزل واحد فيديو، اول فيديو غادي ننزلو في القناه ديالي ان شاء الله، وغادي نصيفطو حتى هو الاخ ديالنا عبد الباري باش يخلي لكم في الوصف ان شاء الله باش تدخلوا حتى نتوما ودعموني تحفزوني الدراري وتشجعوني بلايكات ديالكم وابوني ديالكم. وهادشي اللي كاين كنتمنى الدراري وشكرا شكرا بزاف. والقناه اللي غادي نعدل دابا هي غادي تكون فيها مستر رضا ان شاء الله يا ربي، غادي نبدلو حتى السميه ونشوفوا المستوى ديالنا باش تطلع ان شاء الله. وهادشي اللي كاين الدراري، وكنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وتكونوا مزيانين وتكونوا في صحه جيده. توحشناكم الدراري وصراحه الولف صعيب صراحه، واخا تكون مع اليوتيوب وشحال من واحد كيكون عنده الفيسبوك ولا دالو كيتغير في الداس ديالو كيتغير مع عقلو. المهم هادشي اللي كاين الدراري، دخلنا الويفي في الدار باش نبقى نبارطاجي معكم ونسهل على راسي. وهادشي اللي كاين الدراري، ما كتبش فيديو ان شاء الله، قناه ما كتبتليش يا الدراري. وهادشي اللي كاين، وكنتمناكم الدراري تبارطاجيو معايا وتعملوا يد في يد. المهم الشيراك ابوني بارطاج من فيسبوك
وشكرا الدراري، تبارك الله عليكم، عواشر مبروكه، تعيدوا بالصحه لهنا وتعيدوا باش ما تمنيتوا ان شاء الله. وتحياتي لكم الخوت، وتبارك الله عليكم. وبيبا خي عبد الباري، كنشكرك بزاف بزاف من هذا المنبر، وتحياتي لك، وتحيه للفان ديالك والاصدقاء ديالك اللي كيحبوك من القلب. وشكرا بزاف من الدراري كاملين اللي عندنا عزازين، تحياتي لكم واحد واحد. واللي غادي يشوف فيديو دريدة الطنجاوي وبارطاجا معايا ولا ساهم معايا، كنقول لك شكرا بزاف، عواشر مبروكه، والسلام عليكم.